القرآن الكريم تحدث عن حقيقة هزت علماء علم وظائف الأعضاء والتشريح، وهذه الحقيقة يطلق عليها الحركة والكذب في الدماغ. فعلماء علم وظائف الأعضاء اكتشفوا بلي أن واحد الجزء في الدماغ، واللي هو كيكون في مقدمة الدماغ، كيتسمى الفص الجبهي في القشرة الأمامية ديال الجبهة، فهذه المنطقة مسؤولة عن بدء الحركة والتخطيط، وأيضا عن الكذب، لأن الدماغ يتكون من عدة فصوص، وكل فص له دور معين ووظيفة معينة. لكن هذا الفص اللي كيتواجد بالقشرة الأمامية، الدماغ في الفص الجبهي مقدمة الرأس، مسؤول عن البادرة والمحفز لبدء التخطيط والحركات، وأيضا هو المسؤول عن الكذب. وهناك دراسة أقيمت في جامعة بنسلفانيا على طلبة متطوعين في اختبار محوسب، فلوحظ أنه عندما كان المتطوعون يكذبون كانت هناك زيادة بشكل كبير في النشاط بالقشرتين الأماميتين من الدماغ في الفص الجبهي. كلما كانوا يكذبون كلما زاد هذا النشاط بهذا الجزء من الدماغ. الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه الحقيقة قبل قرون مضت. لم تكن هناك في ذلك الوقت المعدات الطبية المتطورة حتى يتم اكتشاف هذه المنطقة من الدماغ، الفص الجبهي هو المسؤول عن الكذب وبدء الحركة. عندما أطلق على الناصية ومقدمة الرأس بالكاذبة الخاطئة عندما حذر أبو جهل في قوله تعالى: كلا لئن لم تنتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فالناصية اصطلاحا قلنا بأنها هي مقدمة الرأس، ومقدمة الرأس هذه الفص الجبهي هو المسؤول عن الكذب، حيث أن القرآن ربط هذا الجزء من الدماغ بالكذب والخطأ في التخطيط والتدبير بهذه المنطقة. وهذا إعجاز وحقيقة وبرهان كبير على أن القرآن وحي من الله. أراكم في حقيقة جديدة بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو حتى نستمر في تقديم المزيد إن شاء الله.